صباح الزهر مقطر والتمر معمر وصباح الورد والياسمين وصباح نتوما عرايس وتصبحوا نتوما نفايس وتصبحوا نصبحوا على الجاج كي بقيتيو لاباس كيبقاو المهم نتمنى الله تكونوا كلكم على خير وصحه جيده ومرتاحين ومهنيين ومسلمين. عندك جليباتك داكشي علاش تنقول لكم الاقتصاد ثم الاقتصاد ثم الاقتصاد، ما تنبقاوش نشريو اي حاجه وهي نزربوا بها ونحيدوها ملي تيجي العام الجاي، العام اللي من موراه الا بقينا في الصحه والسلامه ما تنقدروش نلبسيها تتكون دازت عليها لاموت تتكون صافي تكرفصت. دائما تنخبوا شويه ديال الفلوس تنزيدوا شويه على شويه حتى ناخذوا واحد الحاجه تكون كاليتي، واحد الحاجه تكون كاليتي تكون يعني ثوب مزيان، واخا ندفعوا شويه الثمن ديال الفلوس تكون الخياطه مزيانه، تكون حاجه بلديه، تكون حاجه تقليديه، هي اللي تتبقى لنا مده، تتبقى مده باش باش كيف ما قلنا يعني تنستغلوها عام على عام، ما تدوش عليها لاموض، ملي تلبسوها تيقولوا لنا وبالصحة جديدتك جديدة. فوالا نكملوا من هنايا حكاية السطر، قلنا دائما باش تكون عندك جديدتك تتكون محتفظة بها، تتكون فيها الخياطة التقليدية، تتكون مقادة، تتكون ما تنختاروش اللون اللي على الموضة أبدا أبدا. عندنا كيما تشوفون مورايا البلدية الطونوبيلات، وهنايا الناس تتخرج تتمشى اليوم الحد، ولكن المهم هنا أحسن. هذا الموضوع عاد نولي نهضرو عليه، المهم ما تنبقاوش تناخدوه يعني تنشوفوه الموضة، تشوفي الألوان اللي تدوز عليهم الموضة أبدا أبدا، تنشوفو اللوينات اللي تيليقو بينا، تنشوفو الألوانات اللي تيبقاو دائما كلاسيك يعني ما تدوش عليهم لاموت، تنشوفو الخياطة اللي ما تدوش عليها ما تيدوش عليها الوقت. يمكن قلت وعاود حيت بوك بلاصة راني شوية بحال اللي تخلط لي الأمور تتعرفوني بلا شي شي. المهم باش تنبقاو هكداك ماشي هذا معناها ما نتبعش الموضة، مثلا تنتبعو الموضة اللي تتصلح لنا، تنتبعو الموضة اللي تطلق بينا، وتنتبعو الموضة اللي يعني أنا تنهضر بالنسبة له هو حتى دابا حتى السن ديال ديك الثلاثينات 25 حتى هما ما تنكونوش اكزاجيري على الموضه، تنتقادو مع الوقت، تنتقادو مع شنو تيناسبنا باش تنبروفيتيو في الحاجه تكون يعني تدوم مده طويله. هذا اللي حبيت نوصل لكم. اما على شنو تيقولوا له تلفت حيت الناس دايزه راجعه تشوف فيا. المهم فوالا دابا نكمل نرجعوا للموضوع الثاني. الموضوع الثاني تنقول لك دائما ماشي كما تنقولوا انتينا جالسه في الدار ما تديري حتى شي حاجه، مربيه وليداتك سيده بيت، وتتبقاي تجي حتى النهار الحد او السبت وعاد تيجيك التخمال ويجيك التعزاف ويجيك التنفيض ويجيك السبيراتور ويجيك الصداع ويجيك الهراج وتجي دير الكغون نيتواياج. دائما كتب راسك دائما وما تجيبش كل شي في مره واحده، ما تنجيبوش التخمال كله في مره واحده، تنجيبوش الترتيب كله في مره واحده، تنجيبوه ايطاب باغ ايطاب، تنديرو كل مره شويش. اولا باش ما تتعيالكش صحتك، ثانيا باش ما تتهلكيش راسك تيتراكم عليك كل شيء تتعمري وتتعبي، ثالثا هو الاهم نهار الحد ولا السبت مثلا او نهار العطله تنجلسوا تنقدوا راسنا، تنطولوا راسنا، تلبسوا حويجاتنا اللي ما تلبسوش دائما، ما تنجلسوش بديك الشده، ما تنجلسوش بديك الرزمه فوق راسنا باش تنبقاو متولات، تنبقاو باش تقولوا لي ما عندناش الوقت، باش تقولوا لي انتينا مساليه. وبزاف ديال لي كومونتير تيجيوني على انتينا ما عندكش انتينا مساليه، انا عندي حتى انا وقتي وعندي شغالي وعندي ملتزماتي وعندي بزاف ديال الحاجات، ولكن تنرتب وقتي، تنقادد راسي، تنعرف شنو اللي عليا وشنو اللي ماشي عليا. ماشي وحده دايره ديك الشده وواحد البيجاما وواحد الصندلات البلاستيك يعني ما عرفت انا كيفاش تتعشقوا نفسكم بديك الحاله وبديك السحنه باش تهضروا في الشغال، وقالت لك وتتنز ودايره فيديو قالت لك انا ماش نلبس اللبسه وندور بها الشغال. ما تلبسوش اللبسه وندور بها الشغال ابدا، تنكونوا لابسين حويجاتنا، ما تنديروش ديك الحاله في راسك بحال اللي ما عرفت شنو هو. كانوا الناس عندهم الخدامه تنقولوا لها الخدامه ماشي المساعده، تقولوا لي غير المساعده، زمان كانوا تيقولوا لها الخدامه الخادمه، هكذاك خلقها الله كلنا خادمين تحت الله.
كانت يكونوا مكتبينها متولي لها دايرها الطوابليات مقادينها باش تطور في الكوزينه. اما هذا وقفني قال لي شنو علاش تتهضر. المهم قلنا له علاش تنهضروا، قلنا له على العيالات ديالنا، ما فتحناش سراير انا ولكن قلنا له على العيالات ديالنا. قالت لك انا ما نلبسش اللبسه انا نلبس اللبسه ونضرب بها في الكوزينه. ما تلبسوش اللبسه ونضرب بها في الكوزينه، تلبسوا قميص، تلبسوا حويجه نقيقيه، تلبسوا حويجتنا، تديروا فيطاكي بحال الناس. خلي شعرك الا كنتي في دارك بوحديتك في ديك الكوزينه جدبانه، دير واحد الشبيكه تيتبعوا شبيكه، تيتبعوا دريرات مربعين 40 على 40 متولين. ما تنديروش ديك الخرقه اللي كانوا تيديروا الدراري بوم في زمان الزموني، ديك ديك الدره ديال حياتي اللي دكتو لها الطنوش وهدرت عليها وعاودت وعاودت، وتزيدوا هي تعكسوا وتزيدوا هي ديروها. هذيك كانوا تيديروها للبيبي وكانت تصلح للمرأة في حال الأشياء ما تتصلحش، ماشي نديروها حنا في راسنا ونعمرو براسنا وندكشوها في راسي باش نقول أنا راني في الكوزينة، أنا راني حادقة، أنا راني تنقدو راسنا. كل ما تولتي راسك كل ما احتقتي على راسك الولاد ما تيعقلولكش على 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 شنو طيبتي شنو عطيتيهم كلاو، تيعقلو تيبقى ليماج ديال 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 مواتنا في راسنا. ليماج فاش تنكونو صغيورين هو اللي تيبقى لنا ضمنا، يا إما كانت مشعلكة يا إما كانت موسخة يا إما كانت معفونة يا إما كانت ما مرتباش يا إما كانت ما عندها غرض. هاديك هو ليماج اللي تيبقى لنا في راسنا. أما طيب وبدعو وما خليت خلي ما دير، هداك الشيء هداك الشيء مجبور يعني واجب عليك، ولكن تكوني بواحد إليغونت، تكوني أنيقة، تكوني متولة، تكوني مرتبة، ماشي بحال عمتي الغولة دخل الكوزينة. المهم تنتمنى نتمنى على الله أن هادو طلقة العين ماشيين الجروبات جيت في الطريق اللي عامرة، لكن عندي ما ندير. كيف ما قلنا ملي تندخل الكوزينة ما تيمنعشي نكونو كيما قلت لكم لابسين قميص مقادد نتول وندير فيطة وندير دريرة ونتول ونخمل كميماتي ونصوب، ماشي تنقبطو حنا نقبطو جافيل ما تنغشوش به الحيوط ونغشو به حوايجنا إلا كنتي متولة، وما تنزلوشي على بحال بحال القط على ربعة ديال على يدينا وعلى رجلينا باش تنظفو وصندالة دميكا وحالتنا لحالة. المهم نتمنى نتمنى على الله تكونوا على فكره انا مفتخره بجلابتي تيدوزو يشوف وجدي لبا ويشوفو المتاويل وجدي لبا سخيخنا. شكرا بشرى السباعي هي اللي مخيطها لي، واخا راني دافعه فلوسي ولكن تتبقى في الحاجه اللي ما تتكسدش، تتبقى في الحاجه اللي تتلبسها وتعاود وتعاود وجهك حمر. المهم يعطيك الصحه الله بشرى السباعي. والمهم قلنا هي هذه وندوزو نمشيو للدار بحول الله ونهضروا على واحد نهضروا كيفاش تجمع يدك، كيفاش ترتب، كيفاش تخلي تجمع لك 3-4 المليون في العام. هذه اكوتي ديريها بوحديتي الا حبيتي تجمعي، يعني تكوني مقتصده وتعرفي كيفاش ديري. نجمعوا واحد 3 ولا 4 لاه يعني هذا بونجور يعني نديروا واحد نحيدوا واحد 3 ولا 4 ديال المليون في العام تصيبيها واجده مقاده لك. شريها شي حويجه لا تضيعها، شفتي حاجه المهم شري ديك الساعه ما تشريهاش حاجه يعني تنفع بها. المهم سالي دابا بحول الله ان شاء الله الرحمن الرحيم كما قلت لكم وندوزو نشوفو كيفاش نقتصدوا في المصروف، كيفاش كانوا تيديروا الناس شحال هادي، كيفاش كانت المراه اللوم ولاتي في يديها المصروف واكلين شاربين مكسيين ملمطين متولين وتيجمعوا تبارك الله وتيديروا وتيديروا تيديروا مشروع، تيديروا شركات، تيديروا تيفعلوا وتتعود عليهم بالنفع. المهم نختم من هنا حيت الهواء طلق. ساعتكم مبروكه ونهاركم مبروك، اللي عندها ميم تحب تتهلا فيها واللي ما عندهاش الله يرحمها ويرحم ميم ام سيدنا محمد. تنحبكم لله ونكحز نوريكم الجلابه كيفاش دايره. وي وي شفتيوها كيفاش دايره. دير لها الشوشه بلديه جايه على اصل اصل اصلها. واي بونجور بونجور فوالا هي هذه
جلي ليفنا ديال البرد اللي عندها ما شاء الله ما شاء الله سنين، ومازال تنبروفيتي فيها ومازال تلبسها. وخلينا وخليكم على خير، والله يعطي الصحه للمعلمين اللي خيطوها واللي وقفوا عليها باش تبقى تنبروفيتيو فيها يعني مده طويله، ما تبقاش نضيعوا فلوسنا على اي حاجه. نهاركم مبروك.